اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يقف مع المقاومة الباسلة في فلسطين، يقف ضد إبادة شعبنا في فلسطين. اليوم كل العمال وكل أهالينا بالقيروان، هي مسيرة شعبية فيها تلامذة، فيها مواطنين، فيها كل مكونات الطيف المدني، طلبة وغيره غيره. اليوم الرابط، المنتدى، اليوم العديد من الجمعيات ملتحق بنا، نريدها أن تكون رسالة وصوتا عاليا للداخل والخارج بأن الاتحاد العام للتنسيق الشغل وباقي المنظمات الوطنية تقف معا من أجل هذا التحسيس، ومن أجل استنهاض الهمم، ومن أجل تمرير ثقافة النضال والمقاومة أمام ما تعيشه أهلنا في غزة من محاولات تغيير استراتيجية كاملة. هم يريدون تهجير أهلنا في غزة، يريدون ضم غزة إلى بقية الكيان الصهيوني المغتصب، ويريدون لعبة كبيرة سي زبير، لعبة كبيرة وراها أمريكا وراها الغرب في خريطة جديدة للعالم من خلال السيطرة على غزة ومن خلال إبعادهم، وهذا أمر خطير. الاتحاد العام للشغل كما تعرف المنظمة التي لا يخلو أي مؤتمر من ضبراتها من لائحة الدعم العربي الصهيوني، تقف اليوم وتتظل دائما في الصفوف الأمامية في مناصرة القضية الفلسطينية، مناصرة أهالينا في غزة بكل ما أوتيت بالعتاد، بالعتاد، بالأدوية، تعرف اللي فما ناس منتسبي وصلوا انطلقوا الغزة ومشوا الغزة ومشوا فلسطين، وعدنا ناس تقدمين ماتوا في فلسطين اللي وشهداء في فلسطين. اليوم أي إنسان عنده إحساس، كل إنسان عنده شوية يحب على كرامته، اليوم ما تستاهلش دعوة. اليوم الوقوف إلى جانب المقاومة ما لا تستاهل دعوة ولا شيء. مفروض أن الناس الكل تجي تنديدا بالمجازر البشعة اللي يقوم بها الكيان الصهيوني، وكذلك تنديد بالصمت العربي المخزي اللي يخلين معناتها ناس أبرياء يقصفوا يعني بأطنان الأطنان من المتفجرات. اليوم صراحة شيء يدمي القلب. أبسط أو أقل حاجة نجم نعملوها مع أخواننا وشعبنا في فلسطين أن على الأقل ندعموهم اليوم، نخفوا تضامنا معهم، ويلزمنا ندوا بالناس اللي مطبعة، هذوما الناس اللي ما عندهمش، أنا سأصفهم يعني بالعديمية الإنسانية، اللي طبعوا مع كيان مغتصب، كيان مجرم، كيان قاتل، مشاهد نشوفوها معناتها شيء يدمي القلب. يعني الإنسان اللي يحس ما ينجمش يشد روحه أنه اليوم هناك معناتها إبادة جماعية في ظل صمت عالمي رهيب، في ظل صمت عربي، الناس ما نجموش حتى يسكروا حتى السفارات نتاعهم. يعني شيء وصلنا المرحلة، يعني ما وصلنا ليش قبل، منتهى لا إنسانية. وينكم يا ناس، وينكم الناس وحدهم يموتوا؟ مفروض أنه الناس كلها تضامن. وأنا نشكر أنا اليوم الشعب الخيرواني اللي معناتها واقف مع القضية الفلسطينية مش اليوم من قبل، واحنا مستعدين للتبرع بأي حاجة معناها مش يطلبوها، وإن شاء الله معناتها المجد للمقاومة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.